السلام عليكم. دخل موظفو الجهاز الإداري للدولة في الشهر الثالث على التوالي دون أن يتمكنوا من استلام رواتبهم في حادثة لم يشهدوها من قبل. مصادر في وزارة المالية التي يسيطر عليها الانقلابيون بصنعاء قالت إنها أصدرت تعميما بأنها ستصرف رواتب الجيش والأمن، وستصرف بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري نصف مرتب فقط من إجمالي ثلاث مرتبات مستحقة لموظفي أجهزة الدولة الأخرى. يأتي ذلك فيما تعالت الأصوات المنددة بالإجراءات التي تتخذها الميليشيا الحوثية تجاه الموارد المالية المتاحة، خصوصا العائدات المالية عن بيع المشتقات النفطية وعائدات الجمارك والضرائب التي تذهب إلى حسابات خاصة بالميليشيا، وفقا لما صرح به عضو سابق فيما تسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثيين عبدو بشر. ويتشارك عشرات الآلاف من موظفي الجهاز الإداري للدولة القلق ذاته بشأن مصيرهم المعيشي بعد أن أدخلتهم تجارة الحرب التي يمارسها الانقلابيون مأزقا ماليا غير مسبوق. فعلى أنقاض هذا التداعي للمالية العامة يبني الانقلابيون سوقا موازية لضمان استمرار حصولهم على الموارد المالية دون أن يصرفوا جهدا موازيا للإيفاء بالنفقات التشغيلية للدولة. عن الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة ناجمة عن فساد تجارة الحرب الميليشياوية نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية الأستاذ محمد الفقي. أهلا بك. نشاهد بمعيتك أستاذ محمد وبمعية المشاهدين الكرام هذا التقرير ثم نبدأ بالنقاش. على وقع ادعاءات إسقاط الجرعة قدم هؤلاء إلى صنعاء، سقطت الدولة وتجرع اليمنيون العناء والفقر والتجويع والمرض والأوبئة، واستعادوا واحدة من أسوأ ذكريات العهد الإمامي المقبور. من عرق هؤلاء وشقائهم بنى الحوثيون اقتصادا موازيا بإسناد لا يخفى من المخلوع صالح، وتفننوا في تجارة الحرب وأوجدوا مصارف مختلفة للمالية العامة تبدأ من جيوب الناس وتنتهي إلى جيوب الميليشيا وصناديقها الخاصة السرية. في عهدهم أغلق البنك المركزي اليمني معاملاته بسبب نفاد النقود في سابقة لم يشهدها أي اقتصاد آخر في العالم. تآكلت الكتلة النقدية المتداولة في السوق وشحت النقود في البنوك، وبات مئات الآلاف من موظفي الجهاز الإداري للدولة بلا رواتب منذ أكثر من شهرين. ما يحاول الانقلابيون إخفاءه يكشفه بعضهم، كهذا البرلماني الذي كان عضوا فيما يسمى باللجنة الثورية للحوثيين، الذي أعلن أمام إحدى الجلسات غير الشرعية لمجلس النواب بصنعاء عن جانب من ممارسات الانقلابيين وكيف يستأثرون بالعائدات المالية للمشتقات النفطية والجمارك والضرائب، فلم تعد تصل إلى البنك المركزي اليمني. النائب نفسه تحدث عن وجود 35 مليار ريال لدى البنك المركزي ويمكن أن تفي بمتطلبات صرف المرتبات. اختبار هو الأسوأ لعصابة انقلابية تجرأت على خيار الشعب اليمني في التغيير وأفرطت في استخدام أدوات القوة المستلبة من مخازن الدولة وجيشها، وها هي اليوم تنكفئ على نفسها كعصابة فشلت في كل شيء عدا نجاحها الباهر في القتل والتدمير. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدي الكرام وترحيب بضيفي هنا الأستاذ محمد والضيوف الذين سيتوالون معنا بالمداخلات الهاتفية. أستاذ محمد، لو بدأنا بالحديث عن اقتصاد الحرب الموازي، عن السوق السوداء التي امتدت منذ أن كانت هناك أزمات مختلقة إلى الآن، ما الذي تشكله هذه جميعا من خطر على الاقتصاد اليمني؟ مساء الخير عليكم جميعا وجميع السادة المشاهدين الكرام، نشكركم على هذه الاستضافة. للإجابة على سؤالك هذا نحتاج إلى أن نمسك بأكثر من ملف، كي لا نتشعب أكثر يجب أن نعود قليلا للخلف حتى تستوضح الصورة. جميل، تفضل. أولا نحن أمامنا اليوم حتى نتكلم عن انهيار الاقتصاد، هو الاقتصاد أصلا منهار تماما، يعني لا يوجد مؤشرات حتى نتحدث عن اقتصاد يعني هناك نوع من النمو أو نوع من الانكماش أو نوع من الركود، هناك فقط جملة واحدة نستطيع أن نقولها، هناك انهيار. هناك أيضا أكثر من ملف، لدينا ما يسمى بالمرتبات، ولدينا أيضا ما يسمى بالسوق السوداء، ولدينا ما يسمى بالمركزية والشرعية. الحديث حول هذه النقاط ربما سنتشعب أكثر، لكن نحاول الدخول الإجابة لسؤالك بطريقة توضيحية بسيطة للمشاهد اليمني.
الكل يستدرك أنه عندما سيطر الحوثيون على صنعاء بالقوة هم أتوا من أجل إسقاط الجرعة فسقطت البلد. لا، كانت أول قراراتهم من أحدث القرارات وأزعج القرارات التي يعني كانت مزعجة هي عملية تعويم المشتقات النفطية، وهذه أيضا يجب أن نضع تحتها خط. لماذا الحوثيون اليوم يشكلون كيان موازي اقتصادي لأسباب سياسية سنتحدث عنها لاحقا. جميل. لكن الحوثيون يعني كما قلنا هي جماعة تعاني من خرف مبكر، يعني لا تجيد فن الاقتصاد ولا تجيد فن السياسة، ولكن تدار بعملية خارجية لدول، يعني دعنا نقول أن هناك دول تقف مع الحوثيين بطريقة أو بأخرى سرية أو بأخرى. مفهوم. الحوثيون يشكلون كيان موازي، صحيح هم يشكلون كيان موازي. لماذا يشكلون كيان موازي؟ هنا يجب أن نسأل هذا السؤال، لماذا الحوثيون يشكلون كيان موازي؟ كيف؟ ما هي الخطوات التي الحوثيون بدأوا في تنفيذها لأجل تشكيل كيان سياسي حتى نجاوب على لماذا يشكلون كيان اقتصادي؟ اقتصادي طبعا. نعم، الحوثيون يدركون اليوم أنه نهاية هذه الحرب سيكون هناك اتفاق سلام، ولعل الجميع يدرك أن ولد الشيخ ومبادرته الأخيرة كانت هي البداية أو المؤشر البدائي لبداية في عملية السلام، استرداد الدولة، ولكن بطريقة تراد أن تسترد الدولة، ولكن بطريقة أن يبقى هذا الكيان حتى ولو سحب منهم مجموعة من الأسلحة يبقى هذا الكيان مؤثر. إذن هذا مفهوم سياسيا، كيف يفهم اقتصاديا؟ اقتصاديا كيف سيؤثر هذا؟ سيؤثر هذا إنه هذا الكيان أصلا كيان إرهابي. أي دولة في العالم يجب أن تدار بطريقتين رئيسيتين، في تدار في الإعلام وتدار في الاقتصاد وتدار في السياسة في القوى العسكرية. الحوثيون لديهم قوة عسكرية ولكن كان لديهم ضعف في الجانب المالي، فهم الآن يشكلون يعني كيان موازي اقتصادي. لماذا؟ من أجل التأثير على القرار السياسي المستقبلي. إذن كيف يمكن أن يؤثروا على القرار السياسي المستقبلي؟ بطريقة أنه لديهم شخصيات معينة استطاعوا أن يكبروها خلال فترة السنتين، ولعلنا نتحدث عن آخر التقارير تقول أنه تم جمع 40 مليون دولار خلال شهر واحد أو خلال 40 يوما. إذن هناك كتلة اقتصادية ضخمة، هذا من جمع التبرعات فقط لدعم البنك المركزي اليمني بالإضافة إلى الضرائب التي لم تذهب كما يبدو للبنك المركزي. لا، لم تذهب إلى البنك المركزي. هناك في البنك المركزي ما يقارب 35 مليار ريال يمني كان يفترض أنها تصرف للمرتبات، ولكن عملية صرف المرتبات، تأخر صرف المرتبات، هناك أيضا إعاز أو نقطة سياسية سنتحدث عنها في الوقت اللاحق. الحوثيين يدركون تماما أن هناك اتفاق سياسي سيكون، ويجب أن يكون لهم كتلة اقتصادية قوية، لأنه المرحلة المستقبلية أو الحرب المستقبلية أو التحديات المستقبلية لن تكون تحديات فقط أمنية، وإنما ستكون أيضا تحدي اقتصادي، لأنه آخر التقارير تشير إلى أنه ما كلفته 19 مليار دولار تحتاج اليمن حتى تعود، يعني التدمير الذي حصل في اليمن يعني تحتاج اليمن إلى 19 مليار دولار. وربما هذا ما هو مسجل. طيب، أنت تطرقت لنقطة مهمة هي يعني ليست عن الانهيار حاليا بل ما سيواجه في المستقبل، لكن قبل أن نعود إلى هذه النقطة ونستفيض فيها، دعنا نأخذ معنا دكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والسرور، وتحياتي لضيفك الكريم وللمشاهدين الأكارم. أهلا بك دكتور. 4 من كل 5 يمنيين بحسب إحصائيات أو تقرير للأمم المتحدة يعيشون مرحلة الفقر، بينما نجد أن هناك مشرفون يتبعون الحوثيين دخلهم يوازي دخل عشرات الأسر الفقيرة. هل نحن الآن أمام جرائم حرب تقوم بها الميليشيات تجاه اليمنيين؟ نحن الآن أمام جريمة حرب، نحن الآن أمام انهيار اقتصادي، نحن الآن والأخطر أمام محاولة تشكيل كيان اقتصادي وسياسي مستقل بعد أن رفض الحوثيون الانصياع لمركزية البنك المركزي. هنا هذه هي الخطورة، الخطورة الآن أن هناك رفض للانصياع للبنك المركزي، وبالتالي هذا يشكل كيان اقتصادي
وهو يدل على أن الحوثيون والحوفاج بشكل عام يفكرون بوضع يعني أو باستغلال أو بتكوين أو بإنشاء كيان اقتصادي سياسي مستقل، وأن كل ما يقولونه هو نوع من أنواع ذر الرماد في العيون فقط. طيب بحسب اطلاعك دكتور إلى أي مدى وصلوا في ذلك؟ هم الآن استطاعوا جمع ما يقارب من سدس الإمكانيات. الوضع الاقتصادي طبعا لا يسمح لهم. هم الآن عمليا فشلوا، وهذه شيء إيجابي لأنه سوف يأتي إلى رفضهم في المستقبل القريب، رفضهم سياسيا من قبل الشعب. ولكن هذا الكيان الاقتصادي الذي يحاولون تأسيسه يشكل خطورة اقتصادية وخطورة سياسية وخطورة أمنية، قد تؤدي إلى شرذمة لليمن، وقد تؤدي إلى خطر على طريق التجارة العالمي، وقد يؤدي على خطر على الجيران. طيب الآن الأستاذ محمد هنا يتحدث عن نوع من المخاطر المستقبلية، هل ترى وأنت عضو في اللجنة الاقتصادية العليا، هل ترى أيضا تأثيرات بالنسبة للمستقبل على مدى على يعني على مستوى اقتصاد اليمنيين في الفترة القادمة؟ ما حجم هذا التأثير من قبل الحوثيين سيكون؟ الخطر هو الآن وارد، الخطر الآن قد بدأ يظهر. الحوثيون الآن يحاولون تخفيض المستوى المعيشي للسكان وللموظفين إلى ما يقارب الخمس أو ما يقارب السدس، بمعنى تخفيض رواتب الموظفين إلى مستوى 20 إلى 30% من الراتب الأساسي من خلال التلاعب بالزمن. هم الآن فشلوا اقتصاديا فشل كامل، هم الآن فشلوا سياسيا أيضا فشل كامل. هناك مخاطر كبيرة جدا لا يحمد عقباها إذا ما استمر هذا الكيان، هذا السرطان الذي يجب اجتثاثه، واجتثاث هذا السرطان لن يتم إلا من خلال الشعب ذاته بعد أن يصل إلى قناعة ويكسر حاجز الخوف ويصل إلى قناعة بأنه هذا الكيان أو هذا السرطان يستهلك من الاقتصاد أكثر من قدرة الاقتصاد على أن يعطيه. هذا الكيان يحاول الآن إنشاء كيان اقتصادي مستقل، هذا الكيان يمتص نسبة عالية من الإيرادات، وبالتالي بقائه أصبح مستحيلا، وإذا بقى فإن ذلك سيؤدي إلى موت الكيان اليمني السياسي الحالي. طيب دكتور، يعني هل أسهم تأخر الحكومة الشرعية بعملية نقل البنك المركزي أو بهذه الخطوة بتجريف هذه الموارد الاقتصادية للدولة ووصول اليمنيين إلى المستوى الاقتصادي المتردي الذي يعيشونه الآن؟ الرئيس الجمهورية اعترف في خطابه بأن هذه الخطوة قد تأخرت كثيرا، والحكومة أيضا اعترفت بأن هذه الخطوة قد تأخرت كثيرا، وهذا التأخير هو ما كنا نحذر منه، بأنه سيأتي يوم ويصل الاقتصاد إلى حالة الانهيار، وبالتالي كان يجب على الحكومة أن تنقل البنك المركزي في وقت مبكر، وعلى أساس وكان يفترض أن تجمد الاحتياطيات التي كان يستخدمها الحوثيون وهي كانت موجودة في الخارج، ولكن بكل أسف هذا لم يتم، وبالتالي نحن نجني الآن ثمار التأخير في اتخاذ القرار في الوقت المناسب. ولكن أن يأتي القرار متأخرا خيرا من أن لا يأتي. طيب دكتور، إن شاء الله إن شاء الله في القريب العاجل سوف تسوى هذه العملية، خاصة إذا تم طباعة أو إصدار نقود جديدة في وقت يعني سريع جدا، على الرغم أن هذه الخطوة سوف تكون لها آثار أيضا سلبية وارتفاع أسعار الدولار في السوق. طيب دكتور، الآن هذا الاقتصاد الموازي موجود يؤثر على حياة اليمنيين، هناك خطوات تأخرت بها الحكومة كما تقول في تدارك هذا الأمر. الآن بالنسبة لليمنيين الذين يعيشون تحت وطأة هذه الحرب، ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة وكذلك السلطات المعنية لتنفيس عن اليمنيين من الناحية الاقتصادية؟
الحكومة الآن في موقف صعب جدا. الحكومة الآن ليس أمامها سوى استخدام الإمكانيات المتوفرة من أجل تقسيط المستحقات الموظفين، تقسيط مستحقات المختلفة الأخرى. لا يزال ليس أمامها سوى سحب الإيرادات وتجفيف منابع ومصادر تمويل الحوثيين. هذه العملية سوف تستمر شهرين أو 3 أشهر وسوف تنفرج بإذن الله تعالى. دكتور محمد حلبوب، عضو اللجنة الاقتصادية العليا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك أستاذ محمد، هناك نوع من الآثار التي ستترتب على المدى البعيد كما تفضلت، لكن قبل ذلك الحوثيون كيف قاموا بهدر الأصول الاقتصادية للبلد؟ كيف ساهموا في ركود الكادر الوظيفي والشلل في القوى البشرية الحاصل الآن بداخل اليمن؟ طبعا للحديث عن هذا الموضوع يجب أولا أن نعترف بموضوع معين، أو أنا لست مع فكرة إنه الحوثيين فشلوا في 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 عندما تتساوى الحكومة الشرعية مع ميليشيات فهذه كارثة. لما تتحدث عن فشل ميليشيات فمعنى أنه الميليشيات هذه جمعت 2 مليار و300 مليون دولار من خلال سيطرتها على العاصمة صنعاء، هذا لحسابها الخاص. هذه آخر التقارير تقول يعني جزافا، يعني تقدر تقول يعني الحد الأدنى 2 مليار و300 مليون دولار جمعتها إلى خزينتها الخاصة لتشكيل كيان موازي. معناته أن الميليشيات لم تفشل، ربما هي فشلت سياسيا، ربما هي فشلت عسكريا، ولكنها لم تفشل في المجال الاقتصادي، لخبطت الأوراق. النقطة الأخرى هي مشكلة البنك المركزي، ونتحدث عن مشكلة البنك المركزي ونتحدث عنها أكثر من مرة، وقلنا أنه هناك مشكلتين رئيسيتين للبنك المركزي اليمني، هي المشكلة الإجرائية والمشكلة الفنية. البنك المركزي اليمني حتى هذه اللحظة لم يتم نقله 100%، ما زال هناك مشكلة إجرائية لدى المؤسسات الدولية حتى هذه اللحظة، ولم تستطيع الحكومة أن قرتنا إلى هذه المربع، ولم تكن قد الثقة أنها تسحب البنك المركزي بخطوة استباقية سريعة. وهذه إشكالية كبيرة، وهذه إشكالية مثلت عبء أيضا على الحكومة بطريقة أو بأخرى. وهناك أيضا مشكلة فنية، وهي مشكلة أسماء الموظفين والكشوات وإلى آخره، وكان يفترض الحكومة أن يكون لديها أيضا سياسات معينة قبل نقل البنك المركزي اليمني، وهذه إضافة أخرى إلى عبء الحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية تعاني أيضا هناك من مشكلة عسكرية موجودة والدعم اللوجستي العسكري، وأيضا تعاني أيضا من تشكيل كيان خارجي سياسي، وأنا أعتقد أنه تنبهت الحكومة الشرعية لهذا الكيان السياسي الخارجي، وهو السفراء والمبعوثين الدوليين. أيضا يجب أن نركز عليه. طيب، بالعودة إلى نقطة الأصول الاقتصادية للدولة وكذلك الشلل الذي يحصل الآن للقوة البشرية اليمنية، ليس هناك إنتاج الحكومة اليمنية أو الموازنة اليمنية هي تعتمد بشكل كلي بثلثي من الموازنة كانت تعتمد على النفط. الكتلة الإنتاجية في اليمن توقفت أو شبه يعني كليا دعنا نقول توقفت تماما. يعني عندك اليمن كانت تعتمد على الكتلة الإنتاجية في الغاز، في النفط، وأيضا تعتمد على الأدوات الزراعية البسيطة جدا، الأشياء طريقة القطاع الزراعي نوعا ما. توقفت هذه الكتل الإنتاجية أصلا. يعني لا نتحدث عن موضوع أنه والله اللي يتحمل المسؤولية هي الميليشيات التي طبعا الميليشيات هي تتحمل المسؤولية الكاملة، ولكن على الحكومة الشرعية أيضا أن تتحمل جزء من هذه المسؤولية. يعني مثلا معك محافظات موجودة كمحافظة عدن، كمحافظة مأرب، كمحافظة حضرموت، الحديدة، يفترض أنه قد سيطروا على ميناء الحديدة، لأنه الحوثيين يعتمدوا بشكل كبير جدا على الجمارك والضرائب من ميناء الحديدة. للأسف الشديد الحكومة الشرعية لم تقوم بفتح الميناء في عدن. دعنا نأخذ مثال بسيط جدا ومثال جزئي، أنا هنا لا أريد أن أجلد الحكومة فوق طاقتها، ولكن نقول مثال بسيط جدا، مطار عدن الدولي، مطار عدن حتى هذه اللحظة لا يدار بشكل صحيح، وكان يفترض أنه مطار عدن يدار بشكل صحيح وتعود الملاحة القوية بشكل أو بآخر. الجمارك أيضا، خلينا نتكلم على الجمارك البحرية، القطاعات البحرية أيضا، نتكلم عن إدارة الدولة لهذه القطاعات ربما تعين نوعا ما. القطاع النفطي أيضا في شبوة وفي حضرموت وفي عدن وفي المكلا، يفترض
يفترض أن يدار بشكل صحيح، لكن قطاع الإنتاج أيضا انهار. الحوثيين اليوم بدأوا يتجهوا على الموارد التحتية، وبدأوا يتجهوا أيضا للضرائب. نحن نتكلم على 400 مليون دولار سنويا ضرائب الاتصالات، قطاع الاتصالات فقط، ولا تستطيع الحكومة الشرعية أن تتحكم في هذا القطاع إلا إذا حررت صنعاء. فهذه كتلة واحدة فقط من قطاع الاتصالات والهاتف النقال. نحن نتكلم أيضا عن قضية الضرائب حتى على مستوى موارد بسيطة، ولو ذكرت مورد بسيط هذا يعود كله، يعني بلا مقطع عن حديثك، هذا يعود كله لمركزية العاصمة صنعاء، يعود مركزية بهذه الأمور. طبعا أنت عندما سحبت البنك المركزي اليمني، وايضا سحبت صلاحيات وزاره الماليه ايضا، وسحبت صلاحيات محافظه البنك المركزي اليمني، فكل هذه الموارد اين تذهب؟ تذهب في ايدي الميليشيات. يعني سحب العبء وبقيت الموارد لمصلحه الانقلابيين، تصل الى مصلحه الانقلابيين. كان في السابق كان هناك نوعا ما من الضغوطات لدى البنك المركزي اليمني، المحافظه البنك المركزي اليمني، نوعا ما كان هناك يتم اختلاس نوعا ما وتصل إلى، لكن في الوقت الراهن لا، كل الموارد تصل إلى أيدي الميليشيات، والميليشيات الآن تبني مركز اقتصادي ضخم، ولا يمكن سحب هذا المركز من أيدي الانقلابيين إلا في السيطرة على العاصمة صنعاء، سواء السيطرة سياسيا أو عسكريا، والعسكري هو الطريق الصحيح. والتكلفة ربما أنا أتمنى كل يوم وآخر تزيد. أنا كنت أتمنى ولو بيان من الحكومة اليمنية لقطاع الاتصالات، للتجار، لشركات الطبقة الوسطى. طبعا الطبقة الوسطى هي التي سنعود إلى هذه النقطة، الطبقة نعم. الوسطى كان يفترض هناك بيان معين أنه يتم رصد كل تكلفة مالية من الضرائب، لأنه الحوثيون منذ إنشائهم في محافظة صعدة اعتمدوا على الجباية، الآن هم يعتمدون على الغنيمة والتبرعات. الجباية هذا أمر مفرغ منه تماما، الآن هم يتحدثون عن الغنيمة وأيضا يعتمدون على التبرعات، والآن يعتمدون على الموارد التحتية. فيفترض أن الحكومة اليمنية تصدر بيان يتم رصد كل تحركات مالية تذهب لأيدي الميليشيات، حتى يتم بعد فيما بعد يعني مساءلتهم، ملاحقتهم قانونيا وقضائيا. اليوم هناك يعني شبه ضبابي، الحكومة اليمنية للأسف الشديد تتعامل أحيانا بعض القضايا كملفات فقط، يعني كملف واحد. مثلا هي تتعامل مع الجانب العسكري والجانب السياسي، وتترك بقية المجالات الأخرى. هناك مجالات تفصيلية، هناك مجالات المهربين الذين يهربون المشتقات النفطية، وهناك أيضا هوامير. للأسف أنا أقول هذه الكلمة، هناك لدينا وثائق، وأنا إذا تطلب الأمر ممكن أعرض هذه الوثائق للمواطنين. هناك أيضا وثائق، وموجودين شخصيات داخل الشرعية يتعاملون مع بعض الميليشيات ويقوم بتوريد النفط والمشتقات النفطية ويتأجروا بمعاناة اليمنيين. نحن نتحدث على 4 من 5 من يعني مجموع 4 من 5 من المواطنين اليمنيين اللي اليوم يعيشون مجاعة. ما حدث في الحديدة هذا شيء قليل جدا. آخر التقارير تتحدث عن 18 مليون مواطن يمني يعاني عوز غذائي. نحن نتحدث هنا عن جزئيات معينة الحكومة لا تنتبه لها، أو ربما هي تتجاهل عنها، أو ربما هي ليست قادرة. ما الذي يمكن أن تفعله؟ طيب سنكمل النقاش أستاذ محمد، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، بعده نعود مشاهدينا، تفضلوا بالبقمة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نعود إلى النقاش مع الأستاذ محمد الفقيه، مدير تنفيذي للمؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد، يعني من ضمن الأرقام التي تورد في سياق الحرب الاقتصادية التي تقوم بها الميليشيات على اليمنيين، تهاوى الاحتياط النقد الأجنبي للبلاد لنحو 987 مليون دولار شاملا لودائع البنوك في سبتمبر أيلول 2016، مقابل ما كان عليه من 4.7 مليارات دولار. أين ذهبت هذه الأموال؟ كذلك كيف يستمر الحوثيون بهذا الأمر، وأين يذهبوا بهذه الأموال؟ طبعا أنا تحدثت في السابق عن هذا عن هذه النقطة، بالنسبة أنه كان لدى اليمن احتياطي نقدي، وتحدث أنه محافظة البنك المركزي بن همام، وأنا ربما تعرضت لانتقادات شديدة حول هذا الموضوع، أنه قلت أن هذا الرجل كان يحافظ نوعا ما وله يعني
نشكره نوعا ما لأنه قدم لليمن شيء أرقاما. ربما بعض الناس، أنا لا أريد أن أتكلم فقط جماهيري، أنا أتحدث عن أرقام. خلال سنة وربما يعني شهرين كانت مرتبات الموظفين ما تزال موجودة، مرتبات المدرسين والجند وإلى المرتبات لم تكن مقطوعة. صحيح أنه كان يخصم منها ما يقارب 13%، لكن كانت المرتبات مستمرة وكان من ضمن الميزانية. طيب طبعا في هذه النقطة متسير كانت أمور البلد بطريقة أو بأخرى. ما تزال هناك وديعة خاصة في المملكة العربية السعودية. أنا كما تواصلت مع أحد العاملين في البنك المركزي اليمني يقول لي ما زال وديعة المملكة العربية السعودية التي هي مليار موجودة في البنك المركزي اليمني، ولكن هناك كان يستفيد الحوثيين من العائدات من المنقطعين في الأمن السلك العسكري. نحن نعرف أنه أكثر ميزانية كانت تذهب للقطاع العسكري، والقطاع العسكري أصلا كان قد انتهى، لا يوجد هناك قطاع عسكري، فكان يستفيد الحوثيين من هذا. أيضا كان الحوثيين يستفيدون من الضرائب ومن الجمارك وإلى آخره، وكان أيضا يعني نحن نتحدث على أكثر من 20 أو 21 شركة نفطية أنشأها الحوثيون جديدين تعويما مشتقة النفطية، وهذا أيضا أثر بشكل كبير جدا على القطاع المتوسط أو القطاع الطبقة المتوسطة التي كانت تحافظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد. طيب في هذا النقطة وكذلك عن موضوع الطبقة المتوسطة، هناك نوع من الإفراغ لهذه الطبقة حدث خلال المرحلة الماضية. كيف يعني يؤثر غياب الطبقة الوسطى أو تقلص عدد هذه الطبقة بالنسبة لعدد السكان على الاقتصاد، وكيف سينعكس على اليمنيين في المستقبل؟ دعني أقول إنه أي حفاظ على أي اقتصاد لأي بلد نامي يعتمد على الطبقة المتوسطة. لو رجعنا قليلا سنجد أن الطبقة المتوسطة حافظت على الاقتصاد اليمني في أبان ثورة الشباب السلمية، ويعني عاش الاقتصاد اليمني نوعا ما مرحلة استقرار ولو كان هناك تعرجات. الطبقة المتوسطة تم استهدافها من قبل الحوثيين بإعاز دولي. البعض ربما يستغرب لماذا أقول بإعاز دولي. نحن نعرف أن هناك بيان ظهر قبل أسبوع يتهم شركة العمق للصرافة، وهي تمثل طبقة متوسطة أيضا، شركة متوسطة، اتهمها بأنها تمول جهات بشكل مفج، تمول جهات القاعدة وإلى آخره، وهذا غير 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 صحيح وغير واقع. نحن لا ندافع عن جهات معينة، لكن نقول إنه هناك استهداف للطبقة المتوسطة. الطبقة المتوسطة هذه تشكل كانت عائق كبير أمام تشكيل الكيان الموازي للحوثيين، ولذلك حتى تفرغ الطبقة المتوسطة من يعني من أمامهم يستطيعوا الآن السيطرة على السيطرة الريع الاقتصادي المتوسط أو بعيد المدى. فاليوم الطبقة المتوسطة منهارة، البعض منها هاجر إلى خارج البلد خوفا من البطش، وربما لأنهم يميلوا إلى جهة الشرعية، والبعض منهم يميل إلى معادين وإلى آخره بشكل أو بآخر. التي تبقت الطبقة من الطبقة المتوسطة وكانت لا تميل لأي اتجاه سياسي ولا تميل لأي إطار سياسي أو تشكيل حزبي، تم استهدافها بشكل أو مباشر، استهدافها بجبات الضرائب، جبات الزكاة، جبات العدة، حتى وصلت إلى مرحلة أنه لا بد أن تشاركوا في الحملة دعم البنك المركزي اليمني، يعني الطبقة المتوسطة تشارك. هناك استهداف كبير للطبقة المتوسطة. طيب كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد؟ يعني عندما يعني تقل هذه الطبقة ما الذي يحدث؟ انهار الاقتصاد، انهار كليا. دعني أقول شيئا، أكثر طلب على النقدية أو السيولة النقدية من البنك المركزي هو يأتي من الطبقة المتوسطة، ولذلك كثير من البنوك والشركات الصرافة والبنوك وقطاع الشركات الاستثمارية والإنتاجية في اليمن بدأت تبحث عن تمويل من إيداعاتها في البنك المركزي اليمني. البنك المركزي في صنعاء لم يستطع أن يوفي بما تبحث عليه الشركات الطبقة المتوسطة، دعنا نسميها شركات الصرافة والبنوك وقطاع الإنتاجية المتوسطة، لم يستطع أن يوفي بالتزاماته، ولذلك لجأ الحوثيون اليوم إلى تدمير هذه الطبقة حتى يتسنى لهم بناء الكيان الموازي الاقتصادي لديهم. نحن أيضا نتحدث عن أمر آخر، هناك جانب من الودائع لدى البنوك التجارية أو البنوك الخاصة، يوجد سندات أو مقبوضات لدى البنك المركزي اليمني
يعني مستحقة لدى البنك المركزي، ولكن لا يستطيع البنك المركزي اليمني إيفاء بهذه السندات، فيقوم بعملية التجديد مجددا لهذه السندات، تسجيل العقد المستمر جديد يعني مستمر لهذه السندات لهذه المؤسسات. ولذلك نعيد نقول أنه هناك استهداف في الطبقة المتوسطة حتى ينهار المواطن طيب. اليمني تماما وكليا. طيب دعنا نشك في الحديث المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع معنا عبر الهاتف من عمان. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أستاذ محمد. التأثير أو أستاذ عبد الناصر، كيف أثرت المعركة الاقتصادية وكيف لعبها الانقلابيون كورقة في الوضع السياسي والوضع العسكري للبلاد، وكيف ساهمت في حرف يعني مسار اليمنيين عن ما يريدونه؟ يعني المشكلة أو الأزمة الاقتصادية الخانقة الذي يعيشها المواطن اليمني هي نتاج الحرب ونتاج السياسات الخاطئة الذي مارسوها الحوثيين كسلطة أمر واقع، بعضها مقصود وبعضها ينم عن جهلهم بالاقتصاد وعدم اكتراثهم بالاقتصاد كونهم ميليشيا وهذا طبعهم. الأمر الآخر، المشكلة الأخرى، هو رداءة السلطة الشرعية وعدم كفاءتها في الانتباه إلى هذه المشكلة منذ بداية الحرب وحتى الآن، وتركها لتصبح كارثة، وهو الأمر الذي يتحمله الآن المواطن اليمني من جميع الشرائح تقريبا. الكل يعاني معاناة شديدة لا يمكن وصفها، وهي حالة فريدة. الوضع الاقتصادي الآن في اليمن حالة فريدة من نوعها، لأنه لم يحدث في التاريخ أن دولة لا تدفع مرتبات موظفيها. في العادة عندما تعجز هذه الدولة عن الإيرادات تكون أقل من المصروفات، تلجأ إلى ما يسمى التمويل بالتضخم من خلال طباعة أوراق نقدية، وهذه الأوراق النقدية عندما لا يكون هناك إيرادات كافية ولا غطاء من العملة الأجنبية تؤدي إلى حالة تضخم، ولكن هذه العملية تحرك تجعل حركة الاقتصاد أو الدورة الاقتصادية تتحرك بشكل شبه طبيعي، ولكن يحدث تضخم. هذا يعني أن دخل الناس يتناقص بشكل مستمر كلما استلموا رواتبهم، ولكن لم يحدث في التاريخ أن دولة عجزت عن تسلم رواتبها. والسبب هنا عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى يتحملها الإنقلابيون كونهم سلطة أمر واقع، وهم من تسبب في الأصل في الكارثة الأصلية، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على السلطة الشرعية، التي عندما نقول سلطة شرعية معنى أنها سلطة مسؤولة، سلطة عليها أن تفكر لحل هذه المشكلة من وقت مبكر. كان الجميع يعرف بأننا سنصل إلى هذه المرحلة، لأنه خلال الفترة الماضية لم تكن هناك إيرادات للدولة من خلال بعد أن توقفت الإيرادات الرئيسية وهي إيرادة عائدات النفط والغاز. أصبحت الدولة البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ ما بعد الحرب يمول معظم النفقات الضرورية للدولة عن طريق الاقتراض من خلال سندات الخزينة. وصلت هذه الحالة إلى منتهاها، ولم يعد قادرا على الاقتراض نتيجة أسباب كثيرة، لكن كان على السلطة الشرعية أن تفكر بأن لا توصل الأمور إلى هذه الحالة، لأن هذه الحالة تعد أشبه بسياسة تجويع، وهذا أمر تعتبر جريمة تتحملها السلطة الشرعية، تتحملها دول التحالف. دول التحالف تتحمل جزء من المسؤولية عن هذا الوضع الكارثي لليمن، لأن الحرب كانت هي السبب المباشر الذي أدى إلى انقطاع الإيرادات الدولة من النفط والغاز، ومن ثم كان على دول التحالف أن تعوض هذا النقص الذي تسببت فيها الحرب، بغض النظر عن شرعية الحرب أهداف الحرب، ولكن وفق القانون
الدولي، أي دولة تتسبب بحرب ما لم تكن حرب دفاعية بمعنى أنها صدت هجوم كاسح على أراضيها، أي دولة تتسبب بحرب أو مجموعة دول تتحمل هذه الدول مسؤولية سد أي نقص لدخل هذه الدولة أو أضرار تسببت بها للاقتصاد، وهذا ما حدث في اليمن. إذن نحن أمام مشكلة مركبة، مشكلة أبعادها كثيرة، الأطراف المسؤولين عليها كثيرين، والذي يعاني ويتحمل النتائج طيب المواطن اليمني. مفهوم. الآن في يعني دعنا نضع هذه المسؤولية على الحكومة الآن أريد أن أفهم أكثر، ما الذي تستفيده الميليشيات من الناحية السياسية عندما تقوم بتجريف موارد الدولة وتقوم بإنشاء يعني سوق وكذلك اقتصاد غير مراقب؟ يعني هذه الميليشيا عندما تقوم بإنشاء اقتصاد موازي، كونها أولا سلطة غير معترف بها، وهي تحتاج إلى أن توجد لها جهاز مصرفي آخر غير الجهاز المصرفي الرسمي، كونها من الناحية الشرعية لا تمتلك الحق الكامل بالسيطرة على هذا الجهاز، هذا من الناحية الاقتصادية والسياسية. أيضا كونها تحتكر الموارد فإنها تمنحها ميزة نسبية على من خصومها، خاصة في المناطق التي هي تحت سيطرتها، تجعلها هي المتحكم بقوت الناس، ومن ثم قادرة على أن تفرض سيطرتها بشكل أكبر على الناس، وهو ما يؤدي عمليا إلى إضعافهم وإضعاف قدرتهم على المقاومة واللجوء إلى ما تدره عليهم هذه الميليشيات من موارد بسيطة تسد به رمق البعض. ولكن حتى هذا الشيء لم تعد قادرة، حتى الميليشيات لم تعد قادرة على أن تقوم به، لأن المتطلبات كبيرة جدا، وهي أيضا لا تريد أن تغامر، حتى لو لديها الآن مخزون من الأموال هي لا تريد أن تغامر وتنفق هذا على المصروفات الطبيعية للدولة، هي توفر هذه المبالغ. لماذا توفرها دكتور أستاذ عبد الناصر؟ توفرها لأنها تبقيها لتنفقها على ميليشياتها، تنفقها على نشاطاتها الخاصة، نشاطاتها العسكرية والأمنية. طيب يعني هناك من يطرح أن الميليشيا تقوم بالتجهيز لمرحلة قادمة، ربما يعني حرب قادمة متوقعة، أو حتى لوضع استقرار فيه، يعني تستقر فيه البلاد سياسيا، لكن تكون يد الميليشيا فيها عالية بسبب ما قامت بتجميعه من أموال كل هذه الفترة. يعني إذا افترضنا أن الميليشيا تفكر بعقلها فإنها تدرك بأنها ليس لها أي مستقبل، وأنها هي عبارة عن متصلبط بالبلدي، يعني هي تصلبطت هكذا في السلطة وحصلت على السلطة بتواطؤ من قبل السلطة الحالية التي نسميها السلطة الشرعية، التي تواطأت معها وسهلت لها دخول صنعاء، وهو أمر لم يكن حتى في حسبانها. وبالتالي إذا افترضنا أنها تفكر بعقل ولا تفكر بهذياناتها الأيديولوجية، والتي تعتقد بأن هناك تمكين إلهي لها لتحكم 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة، فإنها تحسب للأيام العودة الأمور إلى شبه طبيعتها، عندما تكون هناك سلطة شرعية حقيقية قادرة وفاعلة، وليست هذه السلطة الضعيفة الهشة التي هي المسبب الرئيسي لمشاكل اليمن. عندما تدرك بأن هناك سلطة وإن شرعية وإن بالحدود الدنيا، فإنها ستدرك بأن حجمها سيعود إلى واقعه الحقيقي، وهو لا يتعدى إمكانياتها كميليشيا، لا إمكانياتها ضعيفة جدا، وهي فقط استفادت من الفراغ السياسي، وبالتالي هي تتحسب لهذه الحالة. أيضا كون المعركة لا زالت ليس لها أفق، بمعنى أنها لا تبدو أن نحن في نهاية مرحلة أم بداية مرحلة أم وسط مرحلة،
كل هذا يجعلها تحافظ على أن على أكبر قدر من الأموال، لأن الأموال في النهاية هي الحرب. يعني قال نابليون عندما قيل له ماذا تريد الحرب، قال الحرب تريد المال ثم المال ثم المال، فالمال هو عصب أي حرب، وبالتالي هذه ميليشيا وأهم نشاطها هي الحرب. أستاذ عبد الناصر المودع محلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد، يعني يترافق مع هذا كله نوع من الاستفسار عن كيف يقوم الحوثيون بتمويل أنفسهم على الرغم من يعني ما يقومون به من سرقات أو من خلق لاقتصاد موازي للاقتصاد اليمني. هناك من يقول على أن الحوثيين يعني يمولوا من إيران، وهناك الكثير من الوقائع يقول يعني مما يقال في هذا السياق أن بدر بسلم وزير النقل السابق دون على أن الحوثيون يمولون من إيران عن طريق تسلمهم للنفط بالعملة اليمنية بدلا من أن يتم تسليمه بالدولار، يعني شرح طريقة معينة يقومون بها بذلك. يعني هل أيضا إيران تقوم بالمساهمة في يعني تخريب اقتصاد اليمنيين أيضا عبر هذا الأمر، ولم تكتفي فقط بالتأثير السياسي؟ أنا لا أريد أن أتشعب في الملف بشكل كبير جدا وأتهم إيران هي سبب البلاء. صحيح أنه إيران هي سبب كل بلاوي اليمن، لكن في الوقت الراهن أنا أقول هناك ضعف في الجانب الآخر. مش كل يعني قضية معينة نحاول نلملمها ونرمي بها إلى ملف أكبر حتى يعني نبدي فشلنا. يعني أنا أقول يعني أنت تتفق مع الكثير أن هناك إشكالية كبيرة في أداء الحكومة؟ أتفق، لكن إيران في الوقت الراهن لا تمول ماديا، ودعني أنا أجزم أنه إيران في الوقت الراهن لا تمول الحوثيين ماديا على الإطلاق. الحوثيون اليوم يديروا البلد بطريقة لا مبالاة، لكن هناك الأخبار كثيرة تتناقض مع هذه المقولة. دعني أقول لك شيئا، على مستوى حتى الرسوم النفقة الموازي في الجامعات الحكومية، أين تذهب رسوم النفقات للتعليم الموازي في الجامعة الحكومية؟ تذهب للميليشيات. اليوم هناك في كل محل صيدلية، بوفية، شركة كبيرة، صغيرة، مطعم، كل نواحي الحياة يتم جباية أموال من هؤلاء ضريبة حرب، تحت مسمى ضريبة حرب، تحت مسمى دعم رفد الجبهات، تحت مسمى الزكاة، تحت مسمى دعم البنك المركزي. هناك تسميات كثيرة جدا، وهم يحشدون ملايين من الريالات من يرفدون خزيناتهم وصناديقهم. أنا أقول لك أنا في الوقت الراهن أنه إيران ليست، لا نكون نعلق فشلنا في موضوع معين، نقول خلاص ما دام والله إيران تدعم الحوثيين نوقف عاجزين عن طيب هذا الموضوع. في هذه النقطة أستاذ محمد، يعني في هذه النقطة دعني أنا الفكرة، دعني أوصل أن الفكرة. من يتحدث يعني على أن هناك إشكالات، كذلك عندما يتحدث المسؤولون الحكوميون يقولون أن أيضا ليس هناك من حلول تقدم للحكومة ليتم تنفيذها في الجانب الاقتصادي تحديدا. نعم. ما الذي بوسعك أن تقترحه للحكومة في هذا السياق؟ أنا قلت لك مثال بسيط جدا، وهو قضية حتى على مستوى نفقات التعليم الموازي في الجامعة الحكومة تذهب إلى المشيات، واليوم مدرسي الجامعات، الدكاترة في الجامعات، الصف الأكاديمي كامل يعاني من انهيار. ليس يعني تخيل دكتور بيتواصل معك ويقول ليس لدي ما أكل أنا ولدي، دكتور في البلد، الحوثيين طيب يدير البلد. ما الذي بيوسع الحكومة بعمله الآن؟ الحكومة لا تستطيع أن تدير هذا الملف، لم تتعامل مع هذا الملف للأسف الشديد بكل بلادة. أنا أقولها وأقولها وأنا مسؤول عن كلامي. على مستوى إدارة المنفذ اليمني، لا تستطيع الحكومة أن تدير المنفذ اليمني بطريقة صحيحة اليوم. وإذا دارت الحكومة اليمنية المنفذ اليمني بطريقة صحيحة، أي منفذ تقصد؟ المنفذ الذي بين المملكة العربية السعودية واليمن. أنا أتكلم إدارة المنفذ اليمني البري بطريقة صحيحة، سيورد أموال إلى خزينة الدولة والشرعية بحيث تدير عملياتها. إذا استطاعت الحكومة اليمنية أن تدير مطار عدن، واستطاعت أن تدير الموانئ، استطاعت أن تدير الجمارك، الضرائب في المحافظة المحررة، استطاعت تدير هذه العملية، ستوفر لخزينة اليوم الحكومة الشرعية لا تستطيع أن 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 أن, أن تبيع نفق يعني جزء بسيط من البترول الموجود في حضرموت أو في عدن. نحن نتكلم عن فشل في جانب الحكومة أصلاً. لماذا لا تشكل جهة اقتصادية؟ يعني شكل، أنا آسف إن أقول هذه الكلمة، شكلت لجنة اقتصادية محترمة مجموعة من الدكاترة الأجلة، ولكن لم يعطوا صلاحيات ولم يعطوا أيضاً مسارات حتى تتحرك هذه اللجنة. شكلت اللجنة ثم
قعدت في فنادق الرياض. نحن نحتاج إلى خطوات فعلية وعملية، إدارة البلد بطريقة صحيحة حتى نوفر يعني سيولا تشغيلية للحكومة اليمنية. أشكرك أستاذ محمد الفقيه المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا في حلقة اليوم، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.